بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. الفضل العظيم صلاة 4 ركعات قبل العصر سنة قبلية غير مؤكدة، كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا أو كثيرا، لكنه كان لا يغضب عليها خشية أن تفرض على الأمة، ثوابها عظيم جدا. صلاة 4 ركعات بين الأذان والإقامة، كثير من الناس يدخل المسجد ويصلي ركعتين فقط قبل العصر ويجلس، وهو يعلم أنه لو صلى 4 ركعات يحصل ثوابا عظيما، والممكن أن تصلي هذه 4 ركعات متصلات التيسير. أولا تدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. الثانية الغفر، المغفرة، من صلى 4 قبل العصر غفر له، والرسول صلى الله عليه وسلم يستثني كبائر وكبائر وصغائر. المنقبة الثالثة تحرم على النار، من صلى 4 قبل العصر لم تمسه النار، خلي بالكم لم تمسه النار، وهذا الكلام للرجال والنساء. المرأة في البيت برضه تصلي 4 ركعات قبل العصر. المنقبة الرابعة يبنى لك قصر عظيم في الجنة، من صلى 4 قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. عارفين بيت في الجنة يعني ايه؟ يعني يزيد ميراثك في الجنة عشرات الملايين من الأميال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام، قال: الخيمة في الجنة 60 ميلا، في 60 ميلا وارتفاعها كما بين السماء والأرض. يعني مساحة الخيمة في الجنة أو الغرفة 3600 ميل مربع. وقال عليه الصلاة والسلام: القصر في قصر النبي والشهيد في الجنة به 5000 غرفة. يبقى بعملية حسابية بسيطة، يبقى القصر في الجنة مساحته حوالي 21 مليون ميل مربع أو 30 مليون كيلومتر، لأن الميل فيه 1.6 كيلومتر. شوف بقى لما تزود في ميراثك في الجنة عشرات الملايين من الأميال أو من الكيلومترات، بعمل يسير جدا أنك تصلي 4 ركعات. من الممكن أن تصلي ركعتين ثم تسلم، بعدين تصلي ركعتين آخرتين، أو تصلي 4 ركعات متصلات، بمعنى أنك تصلي تقرأ الفاتحة وسورة صغيرة في ركعتين الأول، بعدين تقرأ التشهد الأوسط، بعدين ما تسلمش كأنك بتصلي عصر أو ظهر، وأنت تقوم تقرأ الفاتحة فقط. المنقبة الخامسة تكون قد أحييت سنة ماتت، يعني لا يعلمها أكثر الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أحيا سنة قد ماتت أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. فدي سنة مهجورة لا يعلمها أكثر الناس، والناس التي تحيي هذه السنن في هذا الزمن، زمن الغربة وزمن الجهل الذي نعيش فيه الآن، يكون لهم ثواب عظيم. فانا اكتب لكم الكلام ده تحت فيديو سخون شون وشهاده عليك ثواب عظيم، لعل علما في الله اكرم عامل يوم القيامه. ناخذ ذلك من بدون شيء تشوش، تفعيل جرس الاشراق في القناه ليصلكم كل جديد، وتساعدونا على السنه وتقولوا كل قول هذا. استغفر الله لي ولكم.